أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الدخول بالخاتم في الحمام وفيه لفظ الجلالة، هل كراهته كراهة تنزيه أم كراهة تحريم؟ وهل يقاس عليه الأوراق التي نحملها في جيوبنا وفيها لفظ الجلالة؟ كراهة تنزيه، ما هو كراهة تحريم، يكره كراهة تنزيه. والنقود ضروري دخولك بها، لو تضعها عند الباب أخذوها السراق، فلا بأس بدخولك بالنقود وإن كان فيها لفظ الجلالة للحاجة والضرورة إلى هذا. نعم.